أحسن الله إليكم. هذا سؤال من إحدى المستمعات تقول: كثيرا ما نسمع من بعض الرجال تشبيه الذقن بشيء من الحيوانات كالشاه مثلا أو التيس، ونصحناهم ويقولوا إن هذا مجرد مزح، فما حكم تشبيه ذلك؟ ما حكم ذلك التشبيه في الشرع؟ هل هو من الاستهزاء بالدين؟ إن كان قصدهم السخرية بإعفاء اللحية هذا يعتبر من الاستهزاء بالدين، لأن إعفاء اللحية واجب وهو من أمور الدين، فهذا فيه خطر عظيم، واجب عليهم التوبة إلى الله عز وجل وعدم العودة إلى ذلك. وإن كان قصدهم السخرية من الشخص لذاته لا من أجل اللحية، وإنما يسخرون من الشخص، هذا محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، لأنها لا تجوز السخرية بالمسلم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. فعلى كل حال السخرية من المسلم لا تجوز، فإن كان ذلك السخرية لعمله للسنة الأمر خطير جدا، وإن كان السخرية به لشخصه هذا محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، فعلى المسلم أن لا يسخر من أخيه المسلم بأي وجه. نعم.